كم عدد الصوابع في اليدين؟ 10. عشر. لو هم 10 ايادي 50. ازاي بقى؟ عارفينها سهله سهله. ازاي اشرح لك؟ ايادي 2 ليه الواحده فيها 10؟ 10 ايادي يعني 5 يعني اللي هو 5. 10 ايادي يعني 2 صح؟ الواحده فيها 10 صح هي صح. ازاي يعني؟ مش عارف بس هي صح 50. لا انا عايزك تشرح لي، انت قلت الاجابه 50 ليه بقى؟ لو 10 ايادي فيها 50 صابع تمام؟ اليدين 100 على 2 يعني 100 على 2 ازاي يا اسطى؟ لحظه ايه ده؟ ما هو 50 هو 50 تمام؟ 50 ليه؟ الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي هيقول لك 50 ليه؟ مش عارف، هو السؤال جاي لي اختار هختاره. اختار ايه؟ هو انا معايا ورقه امتحان. لا بس انا مش خيرته مباشر، معروف اجابته يعني، مش لازم نفصل في شرح بقى. لما بيجي لك انت سؤال مباشر في الامتحان بتعمل له خطوات، انا بقى عايز الخطوات دي. طيب ده ايه معانا على الخريطه ولا فين؟ فاصلتين زي الكيمياء. استنى المقرمشات سيحت بقى. استنى طب بص، هو لو 10 صوابع فيها 50 صابع، 10 ايادي فيها 50 صابع، الايد لو 5 ايادي فيها 25 صح ولا متهيألي؟ تمام. طب 5 كفوف يعني، لو 10 كفوف يعني. ايوه ثواني بس، دي الواحده فيها 5 الكف الثاني فيها 5 ودي فيها 5 صوابع. لما اكون 10 ايادي نعمل طرفين في وسطين، 5 في 10 على الواحد 50. حصل ايه؟ ايوه استنى بس يا استاذ، انت اللي حليت. عايزين مجهول، لو عايزين مجهول هنحط المعطيات ونجيبها من طرفين في وسطين وخلاص. سهله اهي، ما هي سهله صح. اشرح الخطوات وانت تمام.